اهلا مجيد بكل الاحباب المشاهدين مشاهدي تحت اللمبه. وصلنا بكم لفقره طرحه اوتو. طرحه اوتو احنا درجنا في العاده انه نطرح فيها مواضيع وقضايا، جزء منها قضايا فكريه فلسفيه، وجزء منها سلوكيات وتصرفات وكل ما يتعلق بالقضايا والاشكالات ما يخص البنات. يعني اليوم موضوعنا هو الحياء، والحياء يعني هو الميزه والصفه اللي بيقول لك انها بتزيد الانثى جمالا. فأين البت السودانية من الحياة؟ نشوف التقرير مدخل للموضوع ونرجع نعرف بضيفاتنا. البت السودانية بتتميز بصفات جميلة موروثة من تربية أمهاتنا وحبوباتنا والمجتمع ككل، باعتباره مجتمع محافظ على العادات والتقاليد الموروثة جيل بعد جيل. والحياة واحد من أهم الصفات اللي بتتميز بها المرأة السودانية، لكن في الآونة الأخيرة في اتهام من المجتمع بأنه البنات ما بيضعوا اعتبار للحياء، وظهرت بعض الممارسات غير المقبولة منهم كفتيات. يعني مثلاً بتمر علينا كثير من المشاهد في الشارع العام والأماكن العامة لأيادي متشابكة، ضحكات خليعة، أحضان، جلسات متلاصقة وحميمة، تسكع حتى وقت متأخر من الليل، ملابس ضيقة بتصاميم غريبة، تواجد دائم داخل سيارات مظللة أو مقاهي ومطاعم معينة. هل نقدر نقول من الوضع الحالي إنه حياء الفتيات لم يعد كما كان في السابق؟ فبعض الفتيات أصبحوا بيتعاملوا بجرأة مع بعض الأمور اللي كانت حتى الأمس تحتاج للتحفظ، وإنه الخجل الآن أصبح شبه معدوم وسط البنات، وحتى إنه البت الخجولة في الزمن ده بصفوها بالانطوائية وهي في أحيان أخرى متخلفة، أي إنها غير مواكبة للعصر، بينما كان الحياء من الصفات المحببة للبنات. تعالوا نقعد تحت اللمبة ونناقش الموضوع ده. أهلا بكم من جديد، وده التقرير وده موضوعنا. ليلى معانا في تحت اللمبة حيكون ضيوف إسراء أبو شورة. أهلا وسهلا بك يا إسراء، شرفنا بك تحت اللمبة. ومعانا برضو ملاز كمال. أهلا بك يا ملاز. ملاز ما بعيدة من الإعلام، شوية كده علاقة كده. اهلا بكم. طيب يعني المراه السودانيه، الفتاه السودانيه تميزت دائما بصفه الحياه والحشمه والادب وكثير من القيم النبيله اللي تجسدت في اسمها وفي كينونتها. وحرف التاء عند المراه السودانيه هو حرف محترم جدا، مزدان بالخضره ويانع بالورود وبالحشمه والخجل والحياه. الان نقدر نقول إنه الحياة عند البنت السودانية هو نفس الحياة اللي كان عند أمهاتنا وحبوباتنا فيما سبق؟ طبعاً هو ما زي زمان، الحياة حالياً موجود لكن ما زي زمان. نحن اختلفنا من عادات وتقاليد ومن فكر ومن تكنولوجيا ومن حاجات كثيرة. نحن حالياً ممكن نقول إنه الحياة ممكن يكون موجود لكن بنسبة يعني معقولة، عشان ما يعيق المرأة السودانية من إنها هي يعني تواصل مهنتها، تواصل كفاحها مع الحياة في البيت مع الأولاد مع الأهل. لو ربطنا المرأة بالحياة عموما في أي عمل في أي فكر في أي نشاط ما حتقدر تمارس النشاط بتاعها. لكن يعني هسي من البداية طوالي قلت إنه بنسبة معقولة عشان تقدر تعيش حياتها ما يكون يعني معوق يعني. نعم. فهل يمكن أن الحياة يكون معوق لشكل الحياة العصرية؟ الحياة معوق للحياة؟ انت سؤالك قبل شوية كان هل الحياة موجود زي ما في السابق؟ انت شو أول حاجة تعرفك أن الحياة حالياً يعني زايد أو السابق كان أحسن من هذه السلاح؟ إحنا حالياً يمكن يكون في حياة أكثر من زمان. كيف؟ يعني نحن كمجتمع انا بقدر اقول لك الحياه زمان عامل كيف، لكن السيده ممكن يكون اكثر. انا ما تعايشت في الزمن ذاك، بس بسمع حبوباتي بيحكوا، حبوباتي يمكن والناس الكبار في السن بيحكوا عن قصص كده. احنا حاسه بخجل انا لما اسمع، بتكون عندهم عاديه يمكن انا بشوفها يعني حياه بالنسبه لي. حتى لما يكونوا بيتناقشوا فيها هم الكبار بتلقانا انا يعني شنو بنلاحظ وقتها منها مثلا اللبس الزمان، رقص العروس، رقص العروس حسي بقى يعني مثلا البيت برات تلقى يعني بيكون منحصر على البنات بس. طبعاً كان بيكون في رجال في بنات، صح؟ بيكون في بتلقاهم اللبس كله، اللبس ما في حياة في اللبس، في يمكن في تصرفات تانية حسي العدمت
زي السلوك، الطريقة بتاعت الكلام، زي ما قالت إسراء التكنولوجيا، حاجات جديدة دخلت علينا دي، ده يمكن يكون مغير يعني للحياة، غير في الحياة الطريقة بتاعت الحياة، لكن ممكن يكون بشكل نسبي. أو إحنا الحياة عندنا أكثر من زمان، لا ما أكثر، لأن إحنا كشباب كده في ما أكثر. طيب يعني التكنولوجيا يعني أسرين اتهام للشابات البنات إنه يعني بتعاملن بجرأة أكثر من المعهود وأكثر من المطلوب، وجرأة غريبة يعني في أمور كانت زمان تطلب من الفتاة إنها ممكن تختفي من أمامك لموقف أو لحدث أو لحاجة زي دي. فردكم على الكلام ده شنو؟ ممكن تدينا مثال للتصرف الممكن يعني يكون مختلف من زمان لمجتمعنا الآن؟ وزول راجل دق الباب بس. أيوه. أبدأ من دق الباب ونشوف بعد ذاك كثير. يعني أنا أسي ممكن أنت بترينا ذاته هاي نتكلم عن بعض التصرفات اللي بنقول فيها عدم حياة مثلا، الصوت العالي. الصوت العالي. الجبيت في وسط بيشوفوا. أو مين هم اللي بيشوفوا؟ المجتمع بتاعنا. طيب هل هو أصلا ما دقيقة بس يعني هو ما أنت ممكن شايفاه ما حياة أو ما عدم الصوت العالي؟ مثلا. لا دقة الباب دي عادي يعني. لا أنا بحكي دقة الباب جاي الضيف رجال خاشين البيت بتجري بتلبس توبة بتغطي طرحتها، دي مرات بتكون قاعدة في حتة ماسكة تلفونها بتعاين السلام عليكم السلام وتواصل عادي. الموضوع ده لو في البيت يعني خليك من مكان الشغل، خليك من الشارع، خليك من الجامعة، من بشكل عام المشكلة وين؟ يعني هل لأنه الناس ما عارفة إنه الصوت العالي ده هو جرأة وعدم حياء؟ ما عارفين؟ في إنسان بيكون طبيعة صوته عالي، أنا حس يعني أنا قاعدة عنده بغض النظر دي نحسب إنه نديه نسبة مئوية صوته عالي معناه ده خلاص ما عنده حياء؟ ما بحسبه. لا لا لكن الحقيقة جد يعني البنات ما عارفين هو الحياء الحياء وين. لكن أنا لما أشوف العالي لما يكون بين كم رجال، مجموعة رجال يكون فيهم زي الاثنين ثلاثة بتلقى الصوت عالي بتكون العالي. لو في كافيه زي ده كده بنات قاعدات براين أعلى ترابيزة فيها صوت هي صوت البنات عادي. إسراء رأيك شنو في الموضوع؟ أنا ما بعده حقيقة لو دخلي بالحياة. ما عارفين لو دخلي بالحياة؟ لا ما بعده يعني ما بتعدي؟ أيوة لا ما بعده إنه هو لو دخلي أصلا بالحياة. يعني ممكن يكونوا هم فعلا قاعدين في حتة عامة وصوتهم عالي بطبيعنا نحن البنات في أي حتة حتى في البيت مع أهلنا وكذا. يعني إحنا يوم الجمعة بنتلمع عند أصحابنا دي طبيعة جات 200 من زمان يعني زمان النساء لما نتلموا ما في كلام زي ده زمان البنات لما نتلموا وتناقشوا وتونسوا بيناتهم مع بعض برام. أيوة. لكن لما يكون في مكان عام وفي رجال قاعدين وفي شباب قاعدين بيكونوا حريصات على انه ما على الاقل الصوت ما يكون عالي، نوع من الحياء اسمه هو لا خوف ولا تقليل من القيمه ولكن ده كان تصرف يعني دول مسن او كده طلعت معاك مشوار رجال كده بتلقاينها بتعاينين ما بتشوف دي محجبة أو فاتة شعرها وكذا بالعين كذا يعني بنظرة شنو؟ قاعدة اشمئزاز شوف بقولك دي ما بتخجل بتكورك كيف؟ يعني بتشوفني إنه إحنا ما عندنا حياة ما بتفرز إطلاقا إذا طيب. دي الكوركت أو صحبتك وإنتوا رأيكم شنو خليكني مزورتها؟ أنا رأيي أنا يعني إذا كان في مكان عام أو عموما ما بيكون بقصد الصوت العالي بين الصحبات ما بيكون بقصد بيكون الحياة 200 يعني عدمة الحياة أو طلعت منه زي ما قلت لك لما يكون في مجموعة بتاعة أولاد ده من يعني من وجهة نظر شايفها أنا لما يكون في مجموعة بتاعة أولاد وأنا اللي قاعدة معاهم وأضحك بصوت عالي المرض شنو ما أنا أضحك بصوت عالي ليه؟ ممكن أضحك ضحكة بسيطة وخلاص الموضوع ينتهي لكن إذا ضحكت بصوت عالي ده معناه أنت اللي أنا لو قاعدة معاه وكده وضحكت ضحكة عالية هتقول عليه شنو؟ هتقول عليه شنو؟ ما داير اقول لك لكن انتوا وصلتوا لمرحله انه البنت الخجوله راح نعمل فعل الفنان لا والله بخجل لا خلي ادي زول انطوائيه. التصنيف ده جا من وين انه زول اللي بتخجل معناه زول انطوائيه؟ انت ما تفرض على حدود المجتمع ما يفرض على حدود. انت ممكن تخوض للحياه ليميت تمام ممكن تقول والله الزول عمل الحاجه دي البيت عملت الحاجة الفلانية دي معناتها زول بتخجل دي لا ما عنده علاقة. ممكن تكون في يعني أمثلة كثيرة من النساء يكونوا مثلا ناخذ اكزامبل لأستاذة بطبيعتها حيكون صوتها عالي في المدرسة لأنه طلبة ولأنه غيره ولأنه غيره. لا لكن نتكلم عن حاجة زي دي أو لا لكن في ضرورات مهنة أو لا أنا بتكلم على السلوك العام. الحياة ده هو جزء منه إنه الأنثى بتراعي لحاجات بتراعي لأوضاع بتراعي لظروف معينة هي فيها نعم. في الصوت في اللبس في الرد يعني ممكن هسه دي بنت الشاكل لها مع ولد في الشارع ممكن تصير انت تديه واحدة بواحدة
الكلام ده عندكم عادي واحدة بواحدة هاي ممكن تضارب معاهم عادي لا لدرجة انه ممكن الشاعر يبقى يقول لك يا ولدي واحدة دي بتضرب فيه زي ما بضرب فيه احنا ما نتدخل انه زمان ما بيحصل الشيء الثاني انه في تصرفات كثيرة شاب خش جامعة معظم الممر ده بنات بتشاغل ما بشغله البنات لما يكونوا مع بعض بيكون جرأات زايده شديد ايوه ممكن تحصل دي حاجات من الحاجات اللي ممكن تكون بالنسبه لنا ما احنا دارين نعرف بس احنا نتكلم عشان نعرف الجرأه دي بتجي من وين يعني مقياس الحياه انه بيجي مقدار محدد ليه الباقي داك مش مين انا بفتكر التربيه عندها اساس التربيه ايوه انت كيف يعني انت فهم البيت انه والله يا اخي الحياه ده شنو اصلا مش الحياه انه انت قدامنا تتصرفي تصرفات وورانا تتصرفي تصرفات ثانيه مثلا يعني اكيد هذه التصرفات حقت البنات اللي حيعملوها لو مثلا شاغل الولد ده اكيد لو ابوها معاه ولا اخوه ما حتعمل ما في زول بيراقب لي زول او ابوه يكون معاه برا لا المفروض يفهموها من البيت من الاساس التربيه الحياه هو شنو التعامل مع الجنس الاخر كيف التعامل حتى مع باقي البنات كيف يعني تصرف ما عايزين انه في ام بتقعد مع بنتها او ابو بيقعد معاه ولو ما تتكلم معه لو لقيت الولد ده مثلا ما تعمل كده معظم الناس اللي بيعملوا الحاجه دي اول الشباب البنات اللي قلت انهم مشاغلوا دي اللي بتلقاهم طالعين من بيت ملتزم زياده عن اللزوم زياده عن اللزوم دي هي مرحله انه هي ما تشاغل لها ولد أيوة. انه هي ما تعلي صوتها ده يعني. زياده عن اللزوم ولا ده الطبيعي بيكونوا كاتلنا لا بيكونوا كاتلنها يعني بيقولها انه بوروا الحاجة المكروه بقولها انه ده حرام ما بورا انه مكروه مثلا بقولها ما تعملي كده طيب حرام هو مكروه وحرام يعطول اشد والله هو مكروه يعني الحرام لا تمتنع عنه تماما او المكروه ده يعني يكره انه الشخص يعمله حرام ده في واحدة من الشابات قاعدت معانا هنا في واحدة من الحلقات قاعدة الحرام ده بيحاسبنا عليه وربنا ايوه صح المجتمع ما له علاقه لا المجتمع منو نتكلم عنه ما حنرجع للموضوع ده حنواصل في موضوع الحياه ده البنات بعين قويه في ليه ما كلهم في نسبه منهم هو اذا كان الصوت العالي والجراه واللبس والدخله عليك وطريقه الكلام معك وطريقه الكلام مع بعض ومصطلحاتي ايوه وفيسبوك واتساب ودنيه في قوه عين ما ممكن انا غايته بختلف معك في موضوع اللبس تماما ما ممكن يدخلوا طبعا الحياه يعني زمان حبوباتنا كان عندهم ممكن يكون حياء شديد من الراجل يعني اقرب مثال ما في نسيبه بتاكل مع راجل بنتها في صينيه واحده هسه الكلام ده عندنا عادي ممكن لو تكشح لي الصينيه ما يعني بجد في تصرفات غريبه جدا بتحصل يعني التصرفات هسه حاليا انا شايفها احسن من زمان فالحياة ما مربوط عندنا بحاجة محددة انت ممكن تحدده انا حاسس بكم بتدافع ولكن دفاعكم ضعيف يعني انتوا بتاكدوا انه في حياة اسي اكتر من اول اذا كان البيجي غريب اذا كان اللي عاش في مجتمع برا يعني وجاس وكان مجتمع منفتح او منغلق بيجي بقول لك السودان ما ياهو السودان الشباب اللي بيجوا من برا بيكون عندهم حياة اكتر مننا احنا هنا في السودان ليه؟ عشان ديلك بتلقاهم انه بيقول لهم الصح صح والغلط غلط هنا ما في زول بيقول لك يعني التربيه بتاعتهم مختلفه تماما عن التربيه بتاعتنا هنا ما في زول شغال بالبنات ما بوجههم صح ما بروم الحياه هو شنو وانه ما له يد ولا كسر رقبه انه ده سلوك احنا نكون صريحين لا يمكن الشباب انت بتتكلم عن منو البنات والاولاد صح يعني بتلقاهم الاثنين نفس العينه الولد زي البنت واحد بيتعاملوا بنفس الطريقه بيضحكوا بنفس الطريقه ما في يعني الولد بقى قريب للبنت والبيت السرجي اللي قربت الولد الناس تلاقوا في حيطه ونص ولا شيء ايوه انا ما بتكلم دي ما فوضى مجتمعيه لكن في الكلام ده تماما يعني ده ما رايي انا هنا بخلص في رايي نشوف رايي طيب انت وضحي لي يا اسراء انت ورينا انا اوريك انه انا قاعده شو الليل انا بغض النظر عن الشخص اللي انت قاعده معاهم انه او كده لكن اذا انت قاعده مع شله من اصحابي يعني شباب من الجامعه او كده بتلقي انه البنات ما في حياء بينه وبين الولد بتونس عادي ممكن تيجي بيت مره التعليق يكون تعليق يعني يعلق ولد مع ولد في نفس الحاجه حاجه ممكن انا اخجل اقوم منها هم بيشوفوا الموضوع عادي شديد اذا عندك شخص ثاني ممكن تخطي له حدود اوكي بتضحكي وتسكتي وتخليه يمر يعني ما طيب ها يلا الحته دي شنو يعني والاول ده مالوه الاول ده في عدم حياء يمكن عشان انا بتعامل مع زوجت الولد اللي معي ده كانه عادي انت زي اخوي واحد مع انه اخوي دي اللي ولد امي وابوي انا زي اختي يعني معي انت واحد ما في فرق بين ده لكن الشخص الثاني ده عشان انا يمكن هو حاطط لي حدود او عايز اصير له حياه ثانيه فبتلقاني انه انا بتعامل معاه وبتلقى دي ما غريبه ذاتها زمان البيت لما تلقى واحد زي اخته
تتعامل معه خالص، خليك مني انك تقعد تقطع معه. ما بحس ان القوم بيكونوا نادرين، بيكونوا نادرين في مجتمعنا، بيكونوا نادرين. انت اختلفتي معه في شنو يا اسراء؟ طيب احنا ما ممكن نتكلم على الموضوع ده اول حاجه، ما بنقول عامه. طبعا ما ايوه معه نتكلم يعني عنها كظاهره ايوه، لكن عدد محدد يعني. برجع وبقول الحياه ما مربوط بحاجه، ممكن تربط لي بحاجه محدده. هو عنده علاقه بسلوكيات، مهما كان الزول قدامك ده جاي من ياتو خلفيه، جاي من ياتو بيت، من ياتو اسره، في النهايه هو سلوكيات. طيب معايير الحياه عندك شنو؟ برضو ما عندها معايير، انا ما حقدر احدد معايير حقول ان لو عملت كده معناته انا زول بخجل، لو ما عملت كده معناته انا زول ما بخجل. لا انا ما في ثوابت، ما في نصوص مكتوبه، ما في شيء متعارف عليه. الاجيال السابقه ما نقلت الكلام ده للناس الهسه، ما نقلت. احنا ان انت ما تعلي صوتك مثلا علي راجل، ما تعلي صوتك. دي من الحاجات اللي انا بعتبرها ده احترام، ما عنده علاقه بالحياه، ما عنده علاقه بالاحترام. الحياه هو جمله تصرفات على فكره، يعني احنا ما عندنا تعريف نصي مكتوب، لكن هو جمله تصرفات ترتبط بشخصيه الانسان اللي بيمارسها. بيخجل من شيء او بيحتشم لاجل شيء او بيتصرف تصرف ايجابي في شيء، جزء منه هو حياه، والحياه ما كان في شيء الا زانه. حتى الانثى يعني خجل ذاته، خجل ذاته وحياه، جزء من الجاذبيه اللي هي يعني الرجل حتى البنات يعني البيت الحياه كثير وخجول، البنات مرات بيحترموها اكثر، بيعطفوا عليها اكثر، بيزوروها اكثر، بيتعاملوا معها تعامل خاص غير باقي البنات. فليه ما كل البنات ممكن يتصفوا بصفه زي دي؟ يعني ما ممكن، ما ممكن حتخلي كل البنات يبقوا نفس، لانه زمان كان في حاجات، يعني كان في حاجات كثيره حاصله ما زي هسي. احنا هسي عندنا تاثيرات كثيره من بدايه التلفزيون، من بدايه زي ما انت قلت الواتساب والفيسبوك، فالناس بيتعلموا. انت كيف تتعلم من الحاجه دي وتاخذ الحاجات الكويسه الايجابيه مش السلبيه؟ فبرجع وبقول التربيه اساس الحاجه دي. انا كيف ناس البيت ما حيقعدون حيقولوا لي 1+1=2، لا. ولا المجتمع ما ساعدك برا على انك انت تخطي خطوات واضحه بخصوص تصرفات زي دي؟ لا. المجتمع ليه البنات مرات تحس انهم تمرد على المجتمع كده؟ اسراء بتقول التربيه، وانا بضيف لها انه يعني الكبت الزايد عن اللي يعني الكبت. يعني انا في اسره بتكون كابته اهلها، يعني اضرب لك مثال انه انا بعرف واحده البنت اللي انا بعرفها دي اهلها بيكونوا مثلا فارضين على النقاب، فرض فاردين، هم كأسرة عندهم فرض. البيت بتطلع بقمة حياة، انت تشوفه تتعامل مع اخوانه مع كده بتكون عاملة كده شخصية، انت اذا شفتها حتقول خلاص دي شخصية مثالية ما في زيها. اذا اول ما تصل لباب الجامعة العباية بتكون ما في والنقاب بيكون ما في، بنفس مجتمع الجامعة، نفس السلوك الجامعة، نفس الضحك الونسة بتاعت الشباب اللي هي مختلطة بهم بيتعامل زيهم واحد، حتلقى انه الزولة دي الشخص يعني جسد الشخصيتين. ايوه شخصيتين، الاولى لما نيجي نهايه اليوم بترجع تلبس عبايتها ونقابه، ترجع مع اهل البيت، اهل حيكونوا عارفين عنها شنو، انه زوله دي زوله كده كده كده، بتكون يعني زي انفصام. ده انا هسه حقول على انها هي عندها حياه ولا عديمه الحياه، ده كبت من الاسره ادى للنتيجه انها خلاها ما عرفت تعيش، يعني تعيش في انفصام بتاع شخصيه او شخصيتين متبادلتين. طيب وسائل المعرفه يعني السوشيال ميديا ولا التلفزيون ولا كده، يعني هل ساهمت في انه نقدر نقول قله الحياه في المجتمع، خلت البنات تشبهوا ويميلوا لموضوع الحريات والانفتاح، المسلسلات والكليبات فيها المتعه دي والبنت تحلم انها تكون عايشه دور زي ده، هل له دور الكلام؟ عنده دور لكن ما كبير برضو، ما كبير. هو عنده تأثير على حسب الخلفية الجاية منها البيت، يعني حتستقبل الكلام ده كيف، الحاجة اللي حضرتها، الحاجة اللي شافتها، الحاجة شافتها في الفيسبوك، إنه الحاجة دي غلط ولا صح، على حسب بعد ذاك. لكن عنده تأثير أكيد، يعني بيغير من مفاهيم الزول. يعني هسي عموما في بيوتنا السودانية عموما الناس كلهم بيشوفها، الناس الكبار كلهم بيحضروا في المسلسلات الهندية والمسلسلات التركية، لكن العبرة في الخواتيم، يعني إنه الخلاصة اللي بتطلع من الموضوع ده هي شنو. أنا أشكركم جدا أول شيء على صراحتكم وعلى كلامكم معنا في تحت اللمبة. احتمال نحن هسي مع بعض كده برضو عندنا حياة، ما قدرنا نقول أي شيء،
انا برضو معاكم من لا عايز اضيف لك حاجه. ليلى انت بتتكلم قلت الحياه من الشكل انا شايفه الطريقه دي الكلام اسراء هادع جدا واسراء ما لابسه طرحه يعني كده وانا لا فضر هذا مش انه انا صوتي اعلى هنا فزول من بعيد يزعين حيغطي الشخصيه تماما. ما بالضروره ما بالضروره الانسان في النهايه ما بنحكم عليه بمظهره. احنا متاكدين يعني انه شباب السودان هم شباب عقليات مستنيره ومتفتحه وانتم من المستنيرين اللي قاعدين تتكلموا عن الموضوع. على الاقل الجيل ده في الفرصه دي في تحتلم مثلا لانه يتكلم يعني احنا ما قاعد ندي ارائنا ونعمل مداخلات او حتى نرفع مستوى الحديث ومصطلحاته عشان كل الناس تشاهد وتعرف اجيال سابقه او مسؤولين او المجتمع لازم يتحاور. فاحنا زي ما بنقول تحتلم هو مساحه للحوار. احنا نسمع الشباب ديل ونناقشهم ونطرح عليهم ونشوف افكارهم. هسه انا بصراحه طلعت بخلاصه مقياس للحياه عند البنات هو ما في ما عارف انه يعني شنو يعني او انا يكون الحياه هو زاد. دي حاجات واجبه على المجتمع بعد انه هو يتعامل مع اسمعهم عشان تقدر ترد عليهم. اشكر جدا اسراء ابو شوره شاكر لك كثير مشاركتك معنا. ملاس كمال شكرا جزيلا لك مشاركتك معنا ولكل المشاهدين تحتلم. احنا مستمرين معاكم في طرح القضايا والمواضيع الساخنه لكن بنستمع فيها لاطراف الشباب ونستمع لهم بصراحه. كل الآراء اللي قاعد نلقاها في السوشيال ميديا سواء كان في صفحة القناة أو صفحة البرنامج أو صفحة العاملين المعجبين هي على العين والرأس. حتى الانتقادات اللي بتوجه ربما جزء من الناس لسه ما فيهم الهدف اللي احنا عاملينه عشان البرنامج ده يستمر في متابعة تحت اللمبة. احنا متأكدين انه حنصل لنتيجة. خليكم معانا نشوف حلول بعد شوية.